اجتماعات سابقة في القاهرة، وهل سيحضر النواب المقاطعون لمجلس النواب هذه الجلسات أو مثل هذه الاجتماعات؟ مرحبا أخي الكريم، أحييك وحيي مشاهديك الكرام. وطبعا مجلس النواب عانى خلال السنوات الأخيرة من قضية الانتظام في جلساته وفي قيادته وفي اتخاذ قراراته. حتى الأسبوع الماضي انقسم المجلس حول ما يسمى بالمجلس الأعلى للإعلام وبعض آراء مختلفة فيه. فهناك محاولات من حين لآخر تجري لإعادة لم شمل مجلس النواب. يعرف الجميع أن مجلس النواب انقسم الآن، مجلس النواب اللي موجود في طبرق بعد أن ذهبنا في طبرق في 2014 بسبب صعوبة التواجد الغازي آنذاك. والآن مجلس النواب آخر موجود في طرابلس للأسف. كثير من النواب الذين يهمهم الوطن وتهمهم مصلحة الوطن يحاولون لم مجلس النواب، والمشكلة تبقى في المكان. نواب طرابلس لا يريدون الحضور إلى الشرق، والشرق لا يريدون الذهاب إلى طرابلس. فأتت فكرة الذهاب إلى مكان محايد، ربما تونس أو مصر، وأعتقد أن مصر أرجح الآن باعتبار أنه تم إنعقاد جلسة لبعض النواب فيها خلال الشهرين الماضيين. وهذه كلها محاولات لمحاولة العمل على لم شمل مجلس النواب. مجلس النواب بالفترض يكون هو مفتاح العملية السياسية، لأنه يمثل النواب من جميع مناطق ليبيا منتخبون انتخابا صحيحا. فنأمل إن شاء الله أن تلقى دعوة الزميل السيد فوزي النويري النائب الأول رئيس مجلس النواب، تلقى هذه الدعوة الاستجابة من النواب والعمل على عقد جلسة مكتملة النصاب. إحدى مشاكل مجلس النواب الآن أنه يستمع بدون نصاب ويتخذ في قرارات ويحسن في قوانين، وهذه كلها غير صحيحة للأسف وأدت إلى التفيف في المجلس. نعم. طيب، ما سبب عدم اكتمال النصاب وعدم حضور باقي النواب، ولماذا لم ينقل مجلس النواب مقره الرئيسي إلى مدينة بنغازي، خصوصا الآن بعد تحريرها، وأيضا الحكومة نقلت مقرها إلى مدينة بنغازي الآن وهي تمارس أعمالها المناطة بها داخل المدينة؟ عدنا اجتماع منذ عدة أشهر وطلبنا بضرورة عودة مجلس النواب إلى مقر الدستوري في بنغازي، ولكن رئاسة المجلس لا تزال حتى الآن لا تريد ذلك لسبب أو لآخر الله أعلم. حتى عندما تم الجلسة في بنغازي وتم الاتفاق في بنغازي على أن تعقد جلسة واحدة في طبرق لتوديع طبرق، وشكرا على ما قامت به تجاه مجلس النواب واحتضانه خلال سنوات الأزمة، تحجج رئيس المجلس بأنه لم يقدم له شيء مكتوب في هذا الشأن. فقام النواب من بنغازي بجمع توقيعات مجموعة كبيرة من نواب بنغازي وقدموا هذا الأمر، ولكنه لم يعرض على المجلس بعد ذلك إطلاقا. هناك إشكالات أدت إلى تشتت مجلس النواب. نعم. نعم دكتور أبو بكر بعيرة، عضو مجلس النواب، كنت معي عبر الهاتف مباشرة من بنغازي، شكرا جزيلا لك.